السلام عليكم خوتي، صافي لكم. نتمنى الله يجيبكم بخير. تحيه لكم. اليوم غادي على دوله البرازيل، سافر دوله البرازيل. جاني شي كومونتير من واحد من البلاد ان البرازيل دايره الفيزا على المغرب. اخوان، البرازيل ما دايرهاش الفيزا على المغرب نهائيا. راه تقريبا ذكرت واحد الدول اللي ما دايرهاش الفيزا على المغرب تقريبا. غترجع من قبل الفيديو غتلقى واحد شي تقريبا 40 دوله ما دايرهاش الفيزا على المغرب منها البرازيل. بالنسبه للاخوه البرازيل، الحوايج اللي كتطلب باش تسافر لدول البرازيل، الحوايج اللي كتطلب فقط، كتطلب غير جواز السفر وحجز فندق وحجز طياره فقط، هادشي اللي كتطلب، وصرف العمله. هادشي اللي كتطلب، هذا هو الوثيقه اللي كتطلب من دوله البرازيل فقط. يعني وكتحدد اتجاه الرحله ديالك فقط، هادشي اللي كاين. يعني كتقطع الطياره ذهابا وعوده، الحجز الفندقي يكون حقيقي، وكتقطع الطيران ذهابا وعوده. البرازيل كيعطوك 3 شهور الفيزا ديال البرازيل. من بعد ملي كتعاود تخرج، وكتدخل تقريبا بحال تركيا. يعني ما عندكش واحد المده خاصك تبقى تمايا، واخا ما ديرش فيزا على المغرب، ولكن عندهم واحد تقريبا الدوله كتحددك واحد تقريبا 3 شهور ولا شهرين كتبقى في هذيك الدوله. من بعد كتعاود تخرج وكتخرج، ولكن الا ما خرجتش كتبقى حار، واخا ما ديرش الفيزا. هما القانون غادي هكا، ولكن بالنسبه لي باش تمشي البرازيل، بالنسبه للمقارنه باش تمشي البرازيل خاصك تمشي السفاره البرازيليه وتدفع لهم الاوراق وتدفع لهم الاجراءات وتسلم انت تاخذ الفيزا. ما كاينش، يعني الفيزا كتسلمها من المطار، يعني كتدخل المطار كتاشر كتاخذها من المطار فقط. هادشي اللي كاين، راه ما كاينش الفيزا نهائيا الاخوان. انا بغيت نجيب فقط عندي جواز السفر، عندك واحد الصوره، حجز فندقي ذهبا حجز فندقي، حجز طيران ذهبا وعوده، وصرف العمله، والفلوس في الكونت ديال البنكه ديالك فقط. من بعد كتمشي تسافر في دوله، كتمشي للبرازيل. من بعد كتعزل الدول، حيت هي بحال قلتي البرازيل عندها بحال قلتي دول، يعني تقريبا بحال قلتي مدن راه كبيره تبارك الله. ساو باولو هنا راه كبيره تبارك الله. بالنسبه للخدمه في البرازيل الاخوان، الخدمه راه قليله، هي معروفه غير بالسياحه فقط. كاين اللي كيطلع تما دوله البرازيل غير على اساس باش يتزوج بشي برازيليه، يدير وريقه ديال البرازيليين ويطلع لاوروبا فقط. كاين اللي كيدير البرازيل غير واجهه باش يمشي مزيان. الواحد يمشي يسافر، ياخذ تجربه على دوله البرازيل، يشوف الاكتشافات ديال دوله البرازيل، ياخذ واحد الفكره على دوله البرازيل. من بعد راه كيبقى القرار ديالو، يبقى ولا يرجع فقط. تقريبا بحال السفر لتركيا فقط، هادشي اللي كاين. غنطلقوا ان شاء الله فيديو جديد، حاولت نشرح لكم الاخوان باش اللي ما عارفش يعني. اول حاجه كتوجد جواز السفر ديالك، ثاني حاجه كتوجد حجز الطيران، ثالث حاجه كتوجد حجز الفندقي، رابع حاجه كتصرف فلوس العمله فقط. من بعد كتجمع حوايج ديالك، كتحدد الرحله ديالك امتى غادي تمشي، شوف انت ماشي عندك الوقت طيران ولا كتمشي قبل واحد 3 سوايع على المطار، كتري كتسنى الطياره ديالك فقط. بالنسبه للطيران الاخوان، الثمن تذكره ديال الطياره ما بين 10000 درهم حتى 1.5 مليون على حسب. والطياره ديال البرازيل، اغلبيه ديال الطيران ديال البرازيل اللي كيمشيو عفوا البرازيل كيديروا لي سكان، ضروري كيديروا لي سكان فشي دوله عارفش كيكملوا الطريق. المهم هادشي اللي كاين الاخوان، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.